ما هي حته الصلاه بالأجبية في حد ذاتها وفكره وجود مزامير وفكره وجود صلاه يوميه متكرره، الانسان يعني لما يقولوا له صلي صلي بالحاجات دي هي هي كل يوم، هو ده نوع من انواع الحريه برضو في ان انا اكلم ربنا ازاي او اقول له ايه. الكنيسه عمرها ما قالت لحد ما تقولش اللي انت عاوزه ربنا لكن الانسان مش هيصلي بلا انقطاع الا لما يكون عنده سيستم بيحكمه نظام بيسبعه كنيسه وزعت اليوم على ساعات وغزت اليوم بافكار من الكتاب فاللي بيحبوا الانجيل مفروض يفرحوا جدا ان صلواتنا اساسها مزامير وقطع من الانجيل ولما بنحط القطع اللي على الانجيل هي طالعه من روح الانجيل يعني قطع هي في اي ساعه من سواع الاجبيه هي امتداد للفكر الكتابي اللي كنا بنصلي به اذا الاجبيه دي حته متكامله من الانجيل كل الصلاه بما فيها التحليل بما فيها آه القطع هي امتداد للفكر الكتابي وبعدين وليمه دسمه فيها كل المعاني والافكار هي مش قيد على حد ليه بدليل ان الكنيسه ما بتحرمش حد انه ما صلاش الثالثه ولا السته ما بتعاقبوش لكن بتقول له ده يفيدك ده يغذيك يعني انا مش مجبر ان انا اصلي بيها يعني انا اقدر اوصل لربنا من غيرها يعني جره. ايه مجبر يا مير؟ هو احنا الكنيسه بت... يعني بتعاقب ولادها ازاي؟ ما هو الجبر هنا؟ يعني فكره مجبر دي نفسيا على الاقل نفسيا في الحته دي يعني هقول نفسيا او معنويا وكان ان انا لو ما صليتش بيها يبقى صلاتي ضعيفه، صلاتي فتره، صلاتي مش يعني صلاه بجد يعني عارفه زي ما كانك بتقولي الواحد كل ثلاث طقات يقولك لا انا هاكل شيبسي طول اليوم انا مش بكبره بس انا عمال اشجعه لان صحتك هتضعف بس فين الاجبار هنا يعني مش شايف الكنيسه عندها السلطه المدنيه اللي بتعذب عيالها عشان لو ما صاموش ولا ما صلوش تمسك لهم عصايه احنا مش شايفين ده خالص احنا احنا بنقول للناس يا ريت يا جماعه تصلوا واللي مش بيقدر يصلي طب قول له خد حته طب دوق وفي نفس الوقت احنا عمالين ننادي انه كلم ربنا من قلبك وقول كل اللي انت عاوز ده ما بيلغيش ده لان ما صليتم فقولوا اتحط صلاه مقننه من المسيح لكن ده ما لغاش لما التلاميذ قالوا له زد ايماننا ما هي صلاه يا ابن داود ارحمني ما هي صلاه كل واحد هيقول اللي في قلبه برضه. ففكرة إن الأجبية أصبحت قيد. ليه قيد؟ وليه ما بصلهاش إنه غذاء؟ ليه ما بصلهاش مدرسة صلاة؟ ليه ما بصلهاش إنها حاجة مفيدة مش حاجة تقيلة؟ وثاني بقول لك إن مش كل الشعب بيصلي بالأجبية ومحدش بيمسكه يعني يعاقبه الموضوع مش كده. لكن آه يعني طبيعة الصلاة يعني نرجع للعهد القديم نفاجئ مثلا المزمور بتاع داود كان بيصلي يهوشافاط مع اللاويين معنى كده ان الصلوات المزامير دي موجودة كنظام في حياة اللاويين وفي خدمة الهيكل وده نظام حطه ربنا في نظام الصلاة واستخدام قطع للصلاة معروفة لترجية نفسها دي ده نظام كتابي ما تكتب عنهم فيكون كل واحد مزمور يعني بالظبط ده في نظام كده محطوط من بدري كده م. لما تيجي في اعمال ثلاثة يقول صعد يصلي صلاة الساعة التاسعة طب ما ده شاهد قوي ان في سيستم وفي برنامج والرسل عمرهم ما قالوا ليه بقى القيود دي بقى تسعة وخمسة و... ما تخلونا براحتنا هم نفسهم ملتزمين وهم قادة الكنيسة لكن ما لغتش ان هو بيتكلم مع الاعرج صلى الصلاة صلا صلاة يسوع فقال له باسم يسوع قوم وامشي يعني هي وسيلة معونة للناس مش مش وسيلة خلاصية جبرية يعني يعني أقصد ممكن حد يقول طب وقبل يعني ما الأجبية تتجمع ما كانت الناس بتصلي زي الناس اللي ما بتعرفش تقرأ هتصلي ازاي وهكذا مش هتوصل يعني السنة كويس بس أنا بخاف بس الناس لما تفضل تتبصلها كده إنها موضوع أوبشنال يعني كل واحد براحته ما هو ده ادعاءات الحريه اللي بطاله دي في الاخر اتهد البيت يعني يتصوري اسره الام بتقول عندكم الثلاجه اللي عاوز ياكل ياكل لوحده اللي عاوز يطبخ يطبخ واللي عاوز يوضب يوضب واللي عاوز يبات بره يبات بره باظت العيله م. احنا عيله فطبيعي يبقى فيه أم. ما عادش في ام ما فيش كيان خلاص الفرديه الزياده دي تضر جدا فكرة الكنيسه احنا جسد واحد كيان واحد ودي فكره الصيامات ما برضي يقول احنا مقيدينهم في الصيامات آه. طب دي دي واحده يعني ايه جسد صايم ايد صايمه وايد مش صايمه ما هو ده جسد ده مم. كيان واحد مم. فالكنيسه ك... ك... جسد مم. متكامل كل الاعضاء بتعيش نفس القضيه مم. فلما بنصوم مثلا الصوم الكبير صوم التوبه كل الكنيسه بتوب لما بنصوم صوم الرسل كل الكنيسه عاوزه خلاص العالم. م. ففي قضيه شغلانه كلنا احنا بندوب في بعض في الصيام. ما بقاش كل واحد ماشي بدماغه وبيصوم براحته وبيقول اللي هو عاوزه. طب وهو المسيح عمل كنيسه ليه بقى؟ طب ده بالاولى يعني ما ينفعش ايد تكون متعمده وايد مش متعمده. ما ينفعش ايد طبعًا. تكون متحده بجسد المسيح طبعًا. وايد مش متحده بجسد مزبوط. المسيح. طبعا مش كده الاسرار هي اساس تكوين هذا الجسد. م. جميعنا سقينا روحا واحدا. جميعنا اعتمدنا الى جسد واحد. معمودية عملت الجسد، الميرون هو اللي كون الجسد. وبعدين نحن الكثيرين جسد واحد لاننا نشترك في الخبز الواحد. التناول هو اللي بيحافظ على الجسد. فلما لا يكون المعموديه تعمل جسد ولا الميرون يقدس الجسد ولا التناول يحافظ على الجسد، يبقى ما فيش جسد. ما فيش الكيان اللي وصفه المسيح ده او وصفه الكتاب. كيان وهمي بقى. خلاص بقى كل واحد براحته. دي الفكره اللي احنا اللي استلمناها لا خلاص خارج الكنيسه. م. الكنيسه مش كمبنى لكن بالمعنى ده ما خلاص بره الاسرار، ما خلاص بره عشره القديسين نفسها. الكيان ده كله هو اللي رايح السم، هو ده ميراث القديسين. م. فبالتالي اللي براه حتى احنا نقولها نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. اللي هي بالنسبه لنا السم. تمام طيب. طيب لما يعني يتقال بقى ان انتم اوتس بتقول ما فيش مثلا الكنيسه مش بتعاقب حد عشان صلى بالأجبية او ما صلاش بالادبيه بس في عقوبات كنسيه من نوع اخر يعني في عقوبات يقولوا برضو ان هي بتحد من حريه الانسان اذا كو... اذا كان حد بيؤمن يعني ان اللي على المسبح ده جسد ودم ربنا مين يقدر يمنعني او يقول لي أه. انت مثلا محروم من التناول لمده كذا او موقوف <applause> في البلد دي عارفه الطفل اللي يجيب والديه البوليس 911 <applause> هي بقت كده هي الكنيسه كام لما تادب عيالها تربيهم والتربيه فيها نوع من التاديب يطلبوا لها الفيسبوك دلوقتي <applause> ايوه بالظبط كده <كتا. تصفيق> يبقى هنا ايه خلي بالك الكنيسه كام عاوزه توصل عيالها السما عاوزاهم يحبوا ابوهم فطبيعي في نوع من التأديب التأديب اللي كله حب لأنه تاني دي أم فالتأديب هنا تتصوري أن كاهن مثلا لقى واحد مش صايم فقال له لا استنى ما تتناولش هو مش بيعذبه لأنه يتناول وقت تاني لكن عاوز يقول له أنت ليه فصلت نفسك عننا مش كل الكنيسة صايمة مش أنت حتة مننا مش أنت عاوز تروح معانا السماء مش أنت عارف قيمة الصوم اللي وصى بيه المسيح عشان روحك كده تتملي بربنا فانت انت عاوز تاخد التناول يخدر ضميرك ولا يكمل نموك فهنا ده نوع من التأديب هذه العقوبه هنا زي ام بت... بتقول لابنها انت محروم من دي دلوقتي هي بتعذبه مش بتعذبه هي عاوزاه احسن مش بس انا حر لا يحكم عليكم احد في اكله او شرب كويس يبقى العيال هتطلع مش متربيه خلينا نقول كده بقى ما هو طالما الطفل ما حدش هيربيه ولو حد جه يقرب منه ويأدبه يتقال له لا انا حر طب ده هيطلع شكله ايه ده بقى؟ فكري في مستقبله بقى اللي هو من داي وان بيقول انا حر ما حدش يعاقبني ولا يأدبني ولا يقول لي تعمل ايه؟ سيمبلي سوري هيبقى مش متربي ما اقدرش هتصور ان هذا الشخص هيطلع قديس مين اللي مين اللي بيتلمذه طيب والتلمذه فيها شد وجذب طب ما المسيح نفسه هو بيربي تلاميذه شد عليهم في وقت كان بيشد في وقت وكان بيعاتب اذا اذا ده, ده ده نظام تربيه ولو رجعنا تاني لفكره طب ما, ما انا بس انا بس عاوز اكد على كلمه تربيه ليه لان هي دي النهارده الحريه المزعومه دي ضد التربيه برضو خلي بالك هي نفس القضيه الشباب دول سايرين على المربيين عموما م. ما بيحترموش مدرسين المدارس ما بيحترموش الاب والام ما بيحترموش المرور في الشوارع ما بيح... هو بيقول لك انا حر م. طب ما انت ما بتحترم... بتحترمش اي سيستم واي مسؤول واي ولي امر ولي امر طب ما هي كنيسه مسؤول ولي امر ف... ما... وده ليك مش عليك يعني كل دول بيخدموا عليك مش بيتسلطوا عليك. لو فكرناها بالمعنى ده هم مش بيتسلطوا، لا ده هو ده اللي هيكبرك في ربنا وبكره انت اللي هتاخد الدور ده. ما هو ابن شاب النهارده هو كاهن بكره. اذا كان بقى شايف ان الكاهن شديد شويتين طب هو بقى, بقى بكره ما بقاش شديد كده. لكن هو هيجي اليوم اللي هيقول اللي كان ابوه بيقوله له. يعني في التربيه صحيح. دايما يقولوا كده. م. ان مثلا الشابة تلاقيها متغاظة من مامتها وبعد عشرين سنة وهي متجوزة وجايبة عيال بتقول اللي كانت مامتها بتقوله لها بالظبط اللي <applause> لما كبر واستوى ونضج فهم كويس ان الحدود اللي كانت محطوطة دي دي كانت ليه مش عليه كانت <applause> حماية الحدود دي بيسموها قيود الحدود دي حماية <applause> طب يعني هنرجع برضو اللي هيقول طب وليه هم ليه حد معين هو اللي لي هيبقى رجعنا لفكره الكهنوت برضو و... وهكذا آه طيب يعني ده قاعده عامه تمشي على اي تاديبات كهنوتيه خليني اقول حاجه عشان برضو ما انساهاش <applause> انا مش بنكر انه في بعض الكنايس وبعض القيادات او المسؤولين بيقدموا شكل يميل للتسلط خلينا برضو واقعيين صحيح انه في ناس في امين خدمه مثلا لا يسمح لاي خادم بالاعتراض او بالراي. م. ما هو كده بيخنق اللي معاه وفعلا هنا في تسلط ممكن تبقى كده م. فاحنا ما نقدرش نلغي انه برضه موجود بنسبه عشان ما نظلمش كل شاب بيقول انا مخنوق في الكنيسه او مقيد بزياده م. لا احيانا بيبقى معاه شويه حق بس مش السيستم كله. اه بالظبط هنرجع نقول دي خطا شخص, خطأ شخص مش خطا مش خطا الفكر الكنسي نفسه يعني. بدليل ان حتى الطقس عبر السنين كان بيتغير وبيتشكل. يعني من 30 40 سنة كان أغلب القداس قبطي. النهاردة 20% مثلا. طب يبقى حصل توافق مع احتياج الشعب. كان القداس ثلاثة أربع ساعات، دلوقتي ساعتين أو أقل أحيانا. طب يبقى حصل في الوقت بقى اللي البصخة ما كانتش معروفة قوي دلوقتي كل الناس عارفاها كياك ما كانش معروف قوي النهارده الناس بتستناه اذا الكنيسه قابله للتغيير والتعديل وكنيسه شعبيه لما هو في الصالح يعني مش حد يقول طب وما ايه ما كانتش البصخه معروفه طب وايه لازمتها دلوقتي طب ما يعني اللي عاشوا السنين اللي ما كانش فيها البصخه معروفه قوي يعني كان هيبقى مش هيروحوا السما مش هيخلصوا ما اقدرش اقول كده يعني طبعًا. ان انا اعمم يعني حاجه زي كده لا خالص بس اللي انا عاوز اقوله هنا انا باكد انه الحكايه مش جامده وواقفه وحرفيه وقيود عمياء لا بدليل ان في تطوير وفي تغيير بس مش هلغي القداس ومش هلغي الصيام مش لا يعني عارفة زي واحد يقول كفايانا قوالب كفايانا عادات عد... زي واحد بقى يقول ايه انا من هنا ورايح مش هلبس هدوم انت بتتكلم في ايه واخد بالك مش هغسل وشي تاني مش هستحمى تاني لا في ثوابت ومفيدة م. لكن تقول لي هغير في شكل الهدوم ماشي م. لكن في ناس ساعات بتتكلم في الثوابت بقى الثوابت دي اللي حطها المسيح نفسه، لا لكن في التفاصيل ما عندناش مشكلة. أنهي لغة تصلي بيها؟ لا أنا ما فيش مشكلة في دي كتير. م. نطول ولا نقصر برضو مش دي القضية. تصوم بقى انقطاعي للساعة كام؟ دي برضو بتاعتك شوية. الكنيسة بتقول يا ريت كذا بس أنت خد راحتك بقى م. مع أب اعترافك. وأب اعترافك مش قيد عليك، ده واحد بيساعدك عشان تمشي كويس. ده واحد بيجايد يو. ليه لما مريض بيروح للدكتور ما بيقولش الرشدة قيود عشان عارف انها مفروض لصالحه هي نفس الفكره م. بس هي الحقيقه ده الدكتور بيكتب في كده تكتب لسته ممنوعات م. ممنوعات مش اوضح من كده قيود والمريض بيمشي زي الالف ليه؟ عشان خايف على صحته هي نفس الفكره فلو خايف على ابديته بس كده م. يبقى لما الكنيسة تقول لي لسته حتى ممنوعات انا ليه باصص لها ان ده تسلط منها مش باصص لمصلحتي وفايدتي الروحيه ففي مغلطات في التسميات حريه الشكل العباده يعني بمعنى ان انا احنا واقفين نصلي الروح بيحركني زي ما الروح بيقول لي انا بعمل الروح قال لي اسجد اسجد الروح قال لي ارقص ارقص الروح قال لي اسقف اسقف يعني زي ما الروح يكلم كل واحد دي حرية يعني أنهي روح؟ مش عارفة الكتاب <applause> <applause> بيقول امتحنوا الأرواح <applause> مش كل واحد بيقول إنه بيتحرك بالروح معناه الروح القدس دي قاعدة مهمة حتى تلاميذ المسيح في لحظة بطر يعقوب ويوحنا لما انفعلوا على السامرين قوي وقالوا طب ننزل النار قال لهم لستم تعلمان من اي روح ان انتم <applause> انتوا فاكرين الغيرة دي غيرة من الروح القدس دي مش من الروح القدس ده حتى يعقوب وحنا اذا احنا مش عاوزين اي واحد يقول يدعي انه بيتكلم بالروح يبقى فعلا روحاني وبالروح القدس ليه ما هو كمان مش ممكن الروح القدس يقول في كنيسة حاجة ويقول عكسها في كنيسة تانية مبقاش الروح واحد مبقاش الروح القدس مبقاش روح واحد بقى فلما الروح القدس يقدس عندي الاسرار ويحولها إلى جسد حقيقي. هيعلم على فم واحد تاني إن مفيش حاجة اسمها جسد حقيقي؟ هيبقى نفس الروح القدس اللي بيحول الجسد إلى جسد حقيقي؟ ما مم. ينفعش طبعًا. يبقى امتحنوا الأرواح. فيبقى مش كل حاجة بيقال عليها روح تبقى روح. عشان كده القديس يهوذا قال نفسانيون لا روح لهم. إن هما بيدعوا الروحانية، بيدعوها. مم. لكن هم نفسانيون في تاثيرات نفسيه. اه بمناسبه التاثيرات النفسيه دي اللي ممكن تكون داخل فيها الحركات اللي بيقال ان الروح بيحركك اه طبعا أعمل. طبعا دي تاثيرات نفسيه. نفسيه طبعا. م. طبعا. ودي موجوده على فكره مش في ال... في الكنايس بس. دي موجوده حتى في الشعوب الشرق اسيويه وفي في عبادات كتيره وفي اليوجا وفي وفي مظاهر كتير قوي فيها حته التاثير النفسي. التاثيرات النفسيه ده علم وله اشكال كتير جدا في العالم وبعض حفلات ال 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 دي والموسيقى الصاخبه دي تاثيرات نفسيه عاليه جدا م. ممكن الناس تعمل اي حاجه ممكن الناس تموت بعض ممكن الناس تنتحر ممكن كل ده بقياده الناس اللي مسؤولين عن البرنامج م. بتاثيرات نفسيه م. فطبعا مش كل ده بقى اشيل كلمة نفسية واحط روحية لا هو الموضوع مش كلمه هو انا لما 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 اسمع يعني اغنيه حزينه او موسيقى حزينه ممكن ابكي لما اسمع طبعا. حاجه مزبط. فرايحي ممكن افرح ده آه تاثير نفسي مش تاثير مزبط. مش تاثير روحاني. مش روحاني يعني لا. لو حد اتوجد في وسط زي كده ولقى نفسه متاثر قوي لدرجه انه بي بيهلل ومش عارف ممكن ده تاثير نفسي من الموسيقى تاثير نفسي من اي حاجه طبعا. مش لازم تكون حاجه روحيه يعني طبعا يعني, طبع يعني الانسان يميزها ازاي إذا كان ده تأثير نفسي ولا تأثير روحي؟ بالإيمان. حجر الأساس في القصة ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. الإيمان المستقيم بيديني أول ضمان إن الروح القدس شغال في المكان ده. م. لأن ده إيمان مسلم، إيمان مستقيم، ما تلعبش فيه، مش كل واحد بيكي... بيأيفه بمزاجه. بيقوله براحته، لأ. واللي يثبت لك دي لما نرجع بقى لزمن الهرطقات والبدع والمجامع وكده نسطور كان بطرك وكيرولوس الكبير بطرك ده بيقول غير ده يبقى الروح القدس في واحد فيهم مش في التاني مم. مم. يبقى الروح القدس اللي حرك كيرولوس الكبير حسب ايماننا يبقى نسطور ما كانش بيتحرك بالروح القدس وكان معلم ومشهور واريوس وأطاخي بس هنا لان الايمان اختل يبقى ما عادش الروح القدس هو اللي بيتكلم <applause> لكن طالما الروح القدس بيتكلم يبقى هيفضل الايمان المسلم لانه الايمان مش هيتغير لان الروح القدس بيعلن حياة واحده، الحقيقه ما بتتغيرش بالعصور، <applause> والله حقيقه ثابته. المسيح هو الله حقيقه ثابته. الحياه الابديه حقيقه ثابته، جسد حقيقي حقيقه ثابته. توبه مطلوبه طول العمر، حقائق ثابته. <applause> لما يجي حد يعلم عكس كده ده أول دليل بالنسبة لي إنه ده مش شغل الروح القدس. طيب يعني ممكن حد هو وصل لبطرك والروح القدس اللي, اللي, هو مفروض فيه ده ده مش صوت الروح القدس عشان كده عشان كده تاني الضمان الأساسي في القصة الإيمان المسلم أوكي لا أنا هاخدها بقى يعني على ناحية تانية مش ناحية إيمانية بس إن كان ممكن عندنا في تاريخ الكنيسة بطركه وسقطوا في, ال في النواحي الإيمانية ومفروض إن هما كان جوه الروح القدس ومقادين بالروح القدس وبيقودوا الكنيسه المفروض بالروح القدس طب ما انا ايه اللي يضمن لي ان انا اب اب الاعتراف؟ طيب. لا لا طيب. مش بس أوكي. كده بصي الكتاب قال لا تقاوموا الروح لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح يبقى الواحد عنده اراده شغال إراد. في كل الحاجات يعني هي. عاوز اقول ايه انا مش مجبر ان انا اخضع للروح القدس كانسان لا طبعا انا ما زلت انسان حر حتى لو جوايا روح الله ممكن اطفيه ممكن اتجاهله ممكن احزنه ممكن أقاومه، اه فانا ما زلت حر الروح القدس يشتغل مع الايمان المستقيم ومع التواضع المتواضعون يجدون نعمه النعمه دي دايما معناها امتلاء بالروح القدس فالشخص المتواضع اللي هو بقى سهل يخضع اللي هو شايف نفسه في الاخر مش في الاول اللي بيستلم ويسلم اللي مش بيدور على مكانته ومركزه واسمه بيدور على الكنيسة ككل ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص التواضع هنا أساسي جدا في قيادة الروح القدس فإنه الشخص ده يكون بيتكلم بالروح ومعلش خلينا نقول أنه العظات الغربية تلاقي اللي بيتكلموا فيها مختلفين خالص في تكوينهم هم بيتفخروا بشكل صريح وواضح بقداستهم عكس تماما البرنامج اللي احنا استلمناه وشفناه وعشناه مع كل ابائنا انه بيبقى قديس ويظهر نفسه كانه انسان ضعيف وخاطي خد بالك الروح القدس اشتغل في انهي مناخ من دول المتواضع لأن لانه بولس كان كده كان ممتلئ بالنعمه والروح القدس كان يقول انا ما انا انا قصقت م. انا اصغر الرسل انا لست مستحقا ان ادعى رسولا أنا أنا دي بالنسبة له شاطب عليها خالص. م. فده مش بس بولس، كل قديسين كده. فيبقى هنا أنا عندي مؤشر تاني يساعدني في الحكم. سلامة الإيمان أول مؤشر وروح التواضع اللي هتتشم تتحس. م. هل الشخص ده فعلاً بيوطي راسه بسهولة ولا لأ؟ عنده خضوع للكنيسة ولا لأ؟ م. غالبا اللي بي... اللي بيقولوا كده برضو هم اللي بيقولوا ان احنا الهه بمعنى يعني واخدين حته ال واخدين حته برضو ال يعني ان واخدين هما صوره يعني برضو ان احنا ابناء ما احناش عبيد ان احنا أه. قديسين ما احناش أه. خطاه يعني ما هو ساعات الكبرياء ياخد شكل متروحن كده ليه ساعات نسميها بر ذاتي يعني ياخد القاب وصفات من الانجيل يخلعها لكن هو اللي بيحرك الك... القصه انا طيب بس بما ان ان في ممكن حد ويكون بطرك وي وما يكونش الروح القدس هو اللي ابتدى يعمل فيه لسبب او لاخر طب ايه اللي يضمن ان انا في اب اعترافي هيقول الارشاد الصح ايه الخط اللي رابطنا كلنا ككهنه وابائنا الاساقفه وابونا البطرك؟ نحن كلنا مسؤولين عن ايمان واحد مشترك مش حتى في الامور الايمانيه حتى في الامور الروحيه الارشاد لا، الروحي لا ما تستنيني بس في الاول عاوز اكد انه سلامه اب الاعتراف مرتبطه بسلامه ايمانه واخد بالك م. سلامه طقس القداس مرتبط بسلامه الايمان يعني الايمان المشترك المسلم بكل تفاصيله على فكره هو ده اللي بيحمي الكنيسه ككل ده الخط اللي حميها م. فلما بتيجي تقولي أب الاعتراف هيرشد ازاي الحياة هيرشد لو كان شخص روحاني بكل المنهجية المرتبطة بالإيمان الأرثوذكسي بمعنى ككاهن عنده إيمان مستقيم عارف كويس أن التناول فيه قوة روحية م. فلازم هينصح حياله يقربه من التناول ككاهن متبرمج على إيمان مسلم هيبقى شغلته يتوب عياله طول الوقت يركز معاهم في الانصحاق والتوبة والتواضع هيحط قدامهم سير قديسين هيشجعهم على الجهاد لأن تركبته كده لأن إيمانه فيه كده واخد بالك هم. لو وجد أب اعتراف في إرشاده بيقول بلاش جهاد أنت خلصت سيبك من التواضع ده كل ده تمثيليات انسى القديسين و... وركز على المسيح كنيسة مش, مش أساسية في الخلاص ده بيتاخد منه موقف ليه؟ لأنه حتى في إرشاده الخاص هو خرج برا الإيمان مم. هو كده طلع برا الخط حتى مش على وعظة في الإرشاد نفسه لأنه هو كسر العهد اللي بيننا وبينه مم. الروح القدس مش اللي فيه مش هيحميه من ان هو يقول حاجه غلط او هي تعليم غلط لا. ممكن يقول تعليم لا. غلط طب بغض النظر عن الامور دي بس ايه اللي يضمن ان هو في نصايحه حتى العامه ان هو ليس خفيا ممكن ليس خفيا الا ويظهر يا ميري يعني ايه؟ هتقولي مثلا ده اب اعتراف قاعد مع واحد انا هعرف قال له ايه؟ هتتراكم الخبره وبعد شويه هيتعرف انه ابونا ده مثلا بيقول كلام الكنيسه مش موافقه عليه غير اللي بتقوله الكنيسه. أنا بس الأول يمكن بردلك على حتة هميزه إزاي؟ م. الشخص ده هيتميز هيبان ولا هيفضل مستخبي؟ لا هيبان. لازم بيبان بالوقت على الأقل. أما حكاية الروح القدس ما هو لو هو كاهن متواضع بيصلي يا رب ارحمني اديني اديني حكمة اديني توبة ساعدني أرشد عيالي المن... التواضع ده هيحميه يخلي الروح القدس يتكلم على إنسان. بس بس طب في الامور العامه يعني يعني ابونا ده لو هو متواضع وبيخضع للعمل الروحي الروح القدس جواه لو قال لي مثلا ما تسافرش يا ابني سافر يا ابني وهكذا الامور بقى اللي هي مش ايمان يعني مش عارفة يعني عشان كده احنا برضو علمونا الاباء انه الامور الحياتيه دي قوي مش يفضل ان اب الاعتراف ما ياخدش القرار ليه؟ بس خلينا نقولها بشكل واقعي مش كل واحد فينا البابا كيرلس يعني عاوز أقول مش كل شفافية. واحد فينا عنده الشفافية ولا روح النبوة وشايف بالظبط اللي هيحصل إيه. بالعكس دي حاجات نادرة جدًا. فأنا ما أقدرش أقول لواحد لازم تهاجر، المسيح عاوزك تهاجر، لا <applause> مش من حقي أقول كده. زي واحد يقول لواحد أنت خفيت ما تاخدش دواء. هل ده دي فتوى من عندك ولا ده إعلان حقيقي من ربنا؟ <applause> ياما بتطلع كلام اجتهادات يتعب الناس. <applause> فهنا الشخص المتواضع هيقول له انا مع رأ... يعني مش عارف ربنا مرتب ايه طلعت في وقت من الوقت حتى في حاجات سياسيه يعني اه, آه. نقول بيقول له تعال نصلي تعال نفكر مع بعض في روح الصلاه تعال نشوف خلاص نفسك فين افضل يبقى هنا هو كاب بيصلي لاولاده بيفكر معاهم لكن مش بيقول لهم بشكل قاطع الروح القدس بيقول <applause> يجوز دي في بعض القديسين لكن الحقيقة في عموم الكهنة لا المنهجية واحدة احنا متواضعين بنكتشف ربنا مرتب ايه وبنقول لأولادنا بس خليكوا ماسكين في ربنا تسافر تقعد مش هي دي اول القضية مهم خليك ماسك في الكنيسة والتوبة فتلاقي الارشاد هنا ماشي مستقيم برضه لأن الارشاد لا يعني بالضرورة ان انا أقول للقصة دي مستقبله ايه لا احنا مش قاعدين بننجم يعني برضو لو وجد في وقت من الاوقات حد وقال ما صلبونا فلان نصحني بالنصيحه الفلانيه وهي طلعت غلط جوزني بالجوازه الفلانيه وطلعت جوازة وحشه وهكذا اقصد دي ما ما تشككش الناس في لا. في, في الروح القدس العامل في الكهنوت اقصد يعني فاهمك بس انا عاوز اقول ايه ما ساعات يكون المعترف هو نفسه عليه غلط بمعنى ايه هو مش عاوز ياخد قرار فعاوز يتلكك وينسبه للكاهن مم. عشان ايه لو حصل مشاكل يبقى هو اللي قال لي مم. الحياه دي ده لخبطها منه هو ممكن يكون الكاهن بقلول. ما قالوش اما مثلا راح يقول له ايه انا هخطب يا ابونا ربنا معاك حبيبي مبروك مبروك دي بقى ابونا هو اللي جوزني مم. يعني فاهم الفكره ما هو بارك لي ما بارك لك حبيبي هو بس هو ما اختار لكش فمش معنى انه حط ايده على راسك ان انت خلاص يعني معفى من المسؤوليه عن قراره كان لا فدي برضو. لكن برضو ما نلغيش قد يكون في تجاوزات من بعض الكهنه اللي بيزقوا اولادهم في قرارات مصيريه بشكل شخصي م. لا مش صح وفعلا هنا ممكن الشخص يعصر في لحظه احيانا بتبقى حتى في قرارات رهبنه قرارات جواز معين وهكذا احيانا م. اه بس انا في رايي دي نسبه ضعيفه جدا وقليله جدا ولو اخطا الكاهن مره ما بيغلطهاش تاني لانه بيشوف تبعياتها وبيعرف ان ده مش مصلحته ابدا ككاهن انه يزق ولاده في اتجاه محدد ما يكونش على اختيارهم لانه في الاخر هم اللي هيعيشوا يعني ده احنا الاباء الجسديين بيقولوا كده لما يجي ابنه يقول له هعمل ومش هعمل يقول له ابني دي حياتك انا رايي كذا بس انت اللي هتعيش م. اذا كان الاباء الجسديين بحكمه ما بيعملوا كده بقى الاباء الروحيين بالاولى م. من شويه لك اتكلمت عن امين الخدمه احيانا يكون متسلط وهكذا لما يكون امين خدمه متسلط وانا خادم وشايف ان في حاجه كويسه ممكن تتعمل ومتاكد ان هي كويسه على فرد يعني بس هو متسلط قوي ايه صح؟ او ايه الحريه أنا في أنا اولا في حريه إيه؟ التعبير عن الراي هقول بس ما هو مش بيقبل معلش مثلا معلش كفايه على الاقل قلت رايي كتبته مم. عرضته. سمع أه أه يبقى كويس. سمع وما قبلش. قال طب نجرب يبقى احسن واحسن. يعني في كذا احتمال. مم. طبعا كونه مش راضي يسمع خالص فعلا دي دكتاتوريه وتسلط. الحل؟ الحل انه يصلي. لانه مش في كبير للقعده دي؟ يعني مش في ربنا صاحب الكنيسه؟ م. ولا هو امين الخدمه ده مطلق اليد؟ وأنا انا 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 ليه اتصال مباشر بالرئيس الاعلى ربنا نفسه م. فاقول له يا رب مصلحه العيال اللي بخدمهم الموضوع ده يمشي. ما تمشي انت بقى يا رب. م. ربنا قادر يعمل كل حاجه. ما اروحش اكلم القياده الاعلى؟ لسه هقول يعني في الاول بس التصرف الروحاني السليم ان انا بالتضاع أحط ده قدام ربنا، بقول له يا رب لو أنا مش غلط يا ريت الفكرة دي تمشي من أجل خلاص عيالك. واخدة بالك؟ لكن مثلا أستاذ حبيب جرجس لما ابتدى مدارس الأحد، ما كانش حد مشجعه. وكانت بتنظر عليه أنها بدعة. لكن لأنه شخص روحاني ووديع ما اصطدمش. ما اصطدمش. بالرغم أن ما كانتش الكنيسة مستنيرة زي دلوقتي. و... ومع الأيام اللي كان نفسه فيه حصل وأكتر. خد بالك يبقى الروحانية والوداعة والصلاة ما ده الحاجة من ربنا هتثبت لازم هتثبت مش هيقدر يقف قدامها أو أمين خدمة متسلط ما يقدرش يعني اللي من ربنا لازم يثبت فلو الفكرة دي حقيقي من ربنا يبقى هي مسألة وقت بس لكن اللي بتقوليه برضو مش غلط يجوز هو بالتضاع عمال عليه عيد على التضاع لي لأن ساعات يكون الخادم نفسه هو كمان متسلط مم. ومش قابل ان امين الخدمه هو كان عايز رايه يمشي بس. اه مش قابل ان امين الخدمه يحتكر القرار هو عاوز هو اللي يحتكر القرار لكن لو الخادم ده متواضع ممكن يروح للكاهن ويقول له يا ابونا انا بسمع الكلام بس في فكره الاستاذ فلان مش قابلها خالص انا مش يعني انا بس حبيت يعني اطلع اللي جوايا قدام قدسك خلاص بقى يكتفي على كده ويصلي والفكره ما اتعملتش النهارده لو هي من ربنا هتتعمل بكره. كان دايما ابا موسى يقول كلمه اللي هي بتاعة سلام الخدمه اهم, أهم من نجاح الخدمه مم. تقريبا مم. يعني دي تنطبق في الحاله طبعاً اللي زي كده. طبعا طبعا ان الواحد يراعي السلام ويراعي الاحترام ويفضل امين الخدمه قدامه برده استاذه. ما تبقاش ف... سلبيه. لا لا مش سلبيه لانه عبر ولانه صلى. هو ولا المفروض انه يحبط ويمشي احيانا في ناس بتحبط ويعني تبقى هنا الموضوع ذاتي شوي هو الموضوع مش بيرسونال يحبط ليه مش ده شغل ربنا هو عشان رايه ما مشيش يحبط اذا كان الراي من ربنا يمشي هيثبت حتى غما إيه قال كده لما وقت ما كان التلاميذ يعني احتاروا اه فيهم يعني فقال لهم حسبوا لا يكونوا الناس دول تبع ربنا تكونوا واقفين ضد ربنا لو كانوا مش من ربنا الموضوع هيقف لوحده، لو كانوا من ربنا من لا نوجد نحن معاندين لله يعني. م. فيبقى نفس التفكير. م. يعني علشان نختم بونا كلامنا عن يعني الحريه عموما يعني عايزه اخد من قدسك يعني تامل في اخر حاجه احملوا نيري عليكم يعني. احنا عمالين بنتكلم عن الحريه ويجي مم. ربنا يقول احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف منين احنا عمالين بنتكلم كل الوقت ده عن الحريه ويجي ربنا يقول احملوا نير النير ده نوع من انواع العبوديه بس احملوا احملوا احملو دي وصيه تحتمل القبول او الرفض يعني خلي بالك الحريه ان انا اقبلها او ارفضها اي أحبها. وصيه تؤكد الحريه اي وصيه تؤكد وجود حريه ما بيقول لي شيل الصليب أنا حر أشيله أو لا وحتى لو كان تجربة أقبلها أو لا برضو عندي لسه حرية بس هو ربنا بيقول لي كده كده في الدنيا دي هيبقى في قيود يا قيود الخطايا والشهوات وال... يا قيد من عندي أنا اللي هو الوصية والحب نيري بالنسبة للشهوات نيري هين وحملي خفيف يعني لما تشيل وصيتي شيل أخف من انك تشيل الكبرياء ولا تشيل الخطايا. الشيله دي اسهل. الحب اسهل من الكراهيه. مم. التواضع اسهل من الكبرياء. لان الفضيله بالرغم انها ضيقه لكن ارحم من ثقل الشر. فلما قال تعالوا يا جماعه المتعبين وثقيل الاحمال انا هريحكم ارموا كل اللي عندكم. احملوا بقانيري عليكم ما هو لازم تشيل حاجه. بس انا بالنسبه للي كنتوا شايليني نيري هين وحملي خفيف تجدوا راحه لنفوسكم فالنير الهين والحمل الخفيف ببساطه هو الوصيه هو الحب هو الصليب اللي بالنسبه للشيل التانية اللي شايلينها البشر الحياه الحمد لله ده انا شلتي اخف مم. وبالتالي انا اكثر حريه مستمتع اخف عشان هو شايل هو يعني. معايا هو شايل معايا وانا بعملها بمزاجي بعملها بحب مم. انا مش مقيد من جوايا انا فرحان باللي بعمله حتى لو متعب بس انا فرحان بيه غير واحد تاني بيعمل خطيه بس تعبان من جوا مش سعيد خايف ده النير بجد بقى... النير المتعب مم. نير العبوديه يعني انا بشكر قدسك جدا يا جايز. بجد يعني انا عادة يعني بنستمتع دايما بتعليم قدسك وكلام قدسك بشكر قدسك فعلا جدا علي الوقت اللي فات ده كله جايز. وعلى المجهود يعني <applause> يعني انا يمكن محدش يعرف ان نوتسك بتواصل تسجيل ممكن الاثنين وثلاثه بالليل بعد المؤتمرات كمان بس فعلا بشكرك جدا يا ابونا كتر خيرك وصللنا لنا دايما سناش صلواتك تعيش لكل سنه تعيش يا ابونا كتر الف خيرك احبائنا اشكركم جدا على وجودكم معنا واتمنى يا رب ان كل كلمه على مدار ال 12 حلقه اللي فاتوا دول تكون فعلا قادرة ان هي تعمل في حياتنا وقادرة ان هي تدلنا فعلا الحرية الحقيقية او الحرية الداخلية ربنا كلنا يمتعنا بكل بركة انتظرونا بإذن ربنا في لقاءات اخرى نشوفكم بكل خير